يا قيروان سينون كيما العادة والعويد لقيت ذي هو موعدكم مع جولة في الصحف التونسية. أهم ما جاء في الصحافة المكتوبة بتاريخ اليوم في الريفيو دو بريس. ريفيو دو بريس، قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم. نجلة هاني، صباح النور. صباح النور حسام، صباح النور للناس الكل يسمعوا فينا على موجات إذاعة الحياة فهم. ايوه نجل، ايش عندنا اليوم في الصحف المكتوب؟ دونك نعملوا طلع على الصحف ونلقاو تقريبا الصحف الكل يحكيوا على تيكاد 8 اللي تعرف اللي حسام باش ينعقد غدوه 27 أوت 2022 ويتواصل لنهار 28 أوت. دونك الناس الكل تحكي على تيكاد 8 ونلقاو جريده الصباح في عددها الصادر اليوم في الصفحه 2 تحت عنوان الطريق الى تيكاد 8 بتونس في حوار خاص مع الوزير الاول الياباني كيشيدا، والحقيقة نلقاوه أشاد بإمكانية تونس وبالشركات الاستثمارية في تونس، وقال إنه يعني سعيد جدا باحتضان تونس للندوة للمنتدى هذية، خاصة إنه تعرف حسام اللي راهو ندوة طوكيو الدولية تونس تحتضنها الدولة الثانية، خاطر كانت احتضنتها كينيا 2016 للمرة الأولى خارج اليابان، كانت تنعقد ديما في اليابان. وكان كيشيدا قال تونس تشتهر بالشركات التونسية دوليا وبمواردها البشرية المحترفة جدا وشبكاتها الواسعة في إفريقيا، وقال إنه تونس واليابان يمكن تجمعهم علاقات متاع استثمار وتمويل مشاريع. نمشي إلى جريدة الأنوار، نلقاوها زيدة تحكي على تيكاد 8 تحت عنوان تيكاد 8 تنطلق غدا ببلادنا مشاريع بعشرة مليار دينار و35 ألف موطن شغل. لحقيقة أمال كبيرة على المنتدى هذية في بعض المشاريع في تمويل المشاريع. نلقاو في الصفحة 3 كما قلت دونك من المرجح أن يتم بعث مشاريع بقيمة 10 مليار دينار و35 ألف موطن شغل، دونك حاجة كبيرة برشا. وشفت أنت يا حسين زيدة الاستعدادات الحثيثة لاحتضان المنتدى هذية، كنا شفنا قيس سعيد يشدد على ضرورة إنجاح المنتدى هذية، شفنا زيدة رئيسة الحكومة أدت زيارة إلى المطار وقالت اللي يلزم الاستعداد الجيد لاستقبال الضيوف، وتم استقبال بعض الضيوف والوفود اللي جات لتونس. نمشي إلى جريدة لو كوتيديان ونلقاو تحكي على التعليم العالي والبحث العلمي في عددها صدر اليوم في الصفحة 8، وقالت إنه منصف بوكثير قال اللي راهو باش يتم إنشاء وكالة فضاء خاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقال إنه تونس عندها من الإمكانيات وعندها من المهندسين والمختصين اللي خاولين لها باش إنها تقتحم مجال تقنية الفضاء. دونك حاجة بها برشا، خاصة إنه نحكيه توا على عودة مدرسية وعودة جامعية. وبما أنا نحكي على العودة الجامعية، نلقى جريدة لوتون تحكي على العودة المدرسية وخاصة العائلات التونسية والغلاء بتاع التلميذ الوحيد القيمة، معناها التلميذ الوحيد يا آمنة. آمنة كانت تسمع فينا زميلتنا آمنة في اللي خرجت تقني مجهولة التحية، تعرف اللي التلميذ يعني يتكلف 800 دينار على معناها عائلة تتكون من ثلاثة صغيرات فقط، ما حسبناش أكثر ما حسبناش أقل، يعني قلنا ثلاثة صغيرات، ثلاثة صغيرات معناها فرونتري سكولير كهاوز وزملين واربعمية، معناها هذي نحكيه على عودة مدرسية بسيطة. دونك تصور أنت اللي عنده أربعة وخمسة صغار، دونك عنده رب ديجا تساؤل من جريدة لو كوتيديان تقول العائلات المعوزة شنو باش تعمل في العودة المدرسية، كتب وكرارس ودبش، وتعرف أنت المصاريف احنا من نجم نقولوا ان شاء الله كان ربي مع الناس اللي ما في حالهمش. سينو حسام، هذه هي جولة في ابرز العناوين للصحف اليوم، دونك اللي يحب يقرا اكثر العناوين دونك قدامكم الجرائد بتاعنا. اكيد العدد بتاع اليوم يعني بتاريخ 26 أوت 2022. شكرا لك نجلة، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. سينو هذا شنو كان عندنا بالنسبة لليوم في ريفيو دو بريس. ريفيو دو بريس، قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامجكم صباح